طب قولي لي قولي لي، هو يعني كريم اخ حنين قوي كده ولا لا عادي زي كل اخ واخت؟ اكيد بينكفوا بعض وبيشاكسوا بعض. لا لا اكيد في مشاكسه وخناق وحاجات كتير كده عادي. ها اه طبعا مفيش اخوات مش ما بينهم كل ده. مين بيغلس على مين اكتر؟ انا طبعا. انت طبعا. لا وانا غير صبر. طب قال لك ايه قبل العمليه او بعد العمليه؟ يعني كان في بقى لحظات كده زي ما بيقولوا صدق كده ولا لا حاولتوا تتجنبوا الكلام ده؟ لا لا احنا كنا مقضينا هزار، كنا عمالين نتنقل لبعض في الاوض ونضحك ونهزر وعملنا كذا فيديو حتى قعدنا نهزر فيهم كتير قوي. بتهزروا في ايه بقى؟ وكريم قعد يلعب يعني بالحاجات بتاعت المستشفى يعني بقى كان مش داخلين مستشفى. عملت سونار لصاحبك. اه ايه بس انت فايق. معلش يا كريم انت يعني شايف التضحيه الكبيره اللي عملتها دنيا ولا لا مش واخد بالك؟ هو ايه؟ مش عارف انت يعني انا مش عارف ارد واحد في المية اللي هي عملته الصراحه. هي اختي بس اللي عملته. في ناس رجاله ما تقدرش تعمله. في ناس قرايب احنا سمعنا في الموضوع ده اللي هم بيجوا في اخر وقت ويسيبوا قرايبهم. هي طول عمرها جدعه معاك يا كريم؟ طبعا. دي ولا أحلى بس حاجة في موقف العمليه بس؟ لا على طول انا بحكي لها كل حاجه. انا لما ببقى متضايق ما بتكلمش غير معاها. فعلا؟ فعلا. ساعات بدل ما تقول لباباك او مامتك وتحصل مشكله. طب انا محتاجه اسمع راي حضرتك. انتوا برضو كنتوا في موقف صعب مش سهل، انه انتوا ولادكوا الاندر ايج يعني هم ما حدش فيهم لسه يصنع قراره، هم الاثنين صغيرين. انت لا هي ازمه من زمان يعني من ايام ما كريم اتولد، بس ابتدينا نحسها من 2016 اكتر لما بقى خلاص امر واقع اللي احنا نزرع بكريم. وابتدينا بقى في مراحل كتير من نصابين اعضاء لتجار لناس جت ضحكت عليا وخدت فلوس. يا الله. لوالدته لنا رحنا اتبرعنا ما نفعناش لحاجات كتير قوي. والحمد لله يعني انا بنتي دنيا ما شاء الله عليها ربنا يخليها لي. مش هقول اكتر من كده. ربنا يخليها. هي اللي حلت اللغز اللي انا فيه. اصل اللي عملته ده فيه حنيه وفيه جدعنه وفيه شجاعه. في كل حاجه. في حاجات كتيره يعني. بس يا دنيا انا بقول لك اول ما سمعت على الحدوته يعني حبيتك. يعني قلت لهم انا يعني حتى لو ما عملناش حلقه او فقره انا عايزه اسلم عليها وابوسها واحضنها واقول لها انك حاجه حلوه قوي. بتحب حضرتك جدا. دنيا بتحبني انا؟ جدا. انا بتفرج على البرنامج كل حلقه بتفرج عليها فعلا؟ يعني من متابعينا. اه احنا متابعينا جدعان.